بقول لك يا طارق ما تاخد الدواء اللي انا جايبهولك يا ست. هاخد الدواء هاخد اهو يا صبر اهو. اه خد الدواء لعلمك ده انا اكتشفتك ده انت في عياك مقرف. اه ده انت هتقرفني يا ست. مش هعرفك ولا حاجه ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. امضي ومالكيش دعوه باي حاجه. يعني امضي ومالكيش دعوه. هو مين هيخش في صراعات وخناقات جديده يا طارق؟ انا مش عايزه صراعات تاني في حياتي. خناقات وصراعات؟ هو حد يقدر يقرب لك يا صدفه وانا موجود؟ اتجننتي ولا ايه؟ صدفه انت هتبقى مراتي يعني انا ظهري سندك لما الايام تميل عليكي. لا خلاص طالما بقى فيها ظهر والسند يبقى يلا نتخانق مع بعض. انت دخلتلي من الحته اللي انا بحبها. هات وريني. لا انا زعلان بجد يا صدفه. ما خلاص يا طارق بقى ما تقرفنيش. عمال اناهد عشان مصلحتك ومطلعه عيني ليه؟ يعني مش فاهم. طب المفروض دلوقتي ان انا امضي على ايه؟ بصي ده التوكيل هنعمله للاستاذ مصطفى المحامي. بقى الورق ده انا ما اعرفش حاجات ما فهمش فيها. لما تقابليه هو هيشرح لك كل حاجه. طب يا طارق ما نستنى مره واحده لما يجي يفهمني. اه وانا كمان اقول له على وجهه نظري مش يمكن يقتنع؟ انت ليه مصممه تصغرينا يا صدفه؟ ها؟ الراجل قال لي نفس الجمله. لما صدفه تمضي همشي في الاجراءات. قلت له مالكش دعوه صدفه دي بتاعتي. امشي انت في اجراءاتك مالكش دعوه. وصدفه هتمضي. قلت له صدفه دي ايه؟ قولها تاني. صدفه دي ايه؟ بتاعتي. لا ما اقدرش اصغرك. انا؟ ده انا اكتر واحده في الدنيا كبرك. اه فين القلم؟ لا استنى. اجيب لي قلم من جوه؟ لا عيب عيب لما تسال مدرسه قد الدنيا معاها قلم ولا لا. القلم اهو. ازرق؟ أزرق. بص بقى يا روح قلبي هتمضي هنا اسمك الحلو ثلاثي. انت ما شفتش امضتي قبل كده؟ ها ركز عشان امضتي حلوه. خطك حلو قوي يا صدفه. شفت بقى تحب ابصم لك كمان؟ ده الاستاذ مصطفى امني قال لي امانه عليك مفيش ورقه صدفه تمضي عليها غير لما تبصم. ابصم. شوف بقى بصمتك بقى. ابصم فين؟ هنا اهو وهنا كمان وهنا كمان وهنا كمان. ها عايزني امضي لك على حاجه تاني؟ لا استنى القلم. ايوه كده كفايه قوي يا صدفه. ما انت تعبان اتدلع اتدلع عليا. شفت اهو البتاع ده دلوقتي مش هيطلع لو عملت اللي لو حطيت عليه اسيتون ولا حتى دلوقتي بطاس مش هيطلع. شوهت لي صباعي عشان خاطر شويه ورق ملوش اي ثلاثة لازمه. هو فعلا ملوش اي ثلاثة لازمه يا صدفه بس بالنسبه لك انت بس. ولما انت عارف ان ملوش لازمه مضيتني عليه ليه؟ عشان اخد حقي. حق ايه؟ تعرف ان انت طيبه قوي يا صدفه. ايوه عارفه طبعا انا طيبه وانا في زيي. بس العلم مش معنى ان انا طيبه ان انا ابقى هبله ولا عبيطه. لا ده انا حويطه قوي وعجبه. ده انت حويطه حوط يا بنت. ده انا ما شفتش حد حويط قدك. بأمارة إن أنت كنت مليارديرة من نص دقيقة ودلوقتي بقيت شحاتة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.